يسرنا أن نتواصل عبر الفيس تايم مع الدكتور أنس سهيل العيدان، اختصاصي أمراض باطنية في مستشفى مبارك الكبير، والحديث عن أهمية مواصلة أفراد المجتمع بالالتزام بالتدابير الوقائية من العدوى. حياك الله يا دكتور. الله يحييك ويبجيك، حياك الله. حياك الله دكتور أنس، معنا في برنامج مساء الخير يا كويت. في البداية ودنا نتكلم عن دور أفراد المجتمع في كبح انتشار فيروس كوفيد 19 خاصة في هذه المرحلة. نعم، طبعا في البداية حاب أشكر تلفزيون الكويت ومساء الخير الكويت، وأحب أستذكر مآثر والدي صاحب السمو والأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، اللي كان دائما داعم لنا وداعم للكوادر الطبية في جميع كلماته وفي أكثر من مناسبة، وحرص حرص شديد خلال هذه الجائحة في أن يقدم أفضل الخدمات الطبية بالنسبة للجميع على أرض الوطن. بالنسبة لجائحة كورونا، طبعا التدابير الوقائية اللي صارت أو المعتمدة الآن ما اختلفت عن بداية ما طلعت الجائحة، من خلال الالتزام بغسل اليدين، من خلال التباعد الاجتماعي، آداب الكحة والعطس، بالإضافة إلى إذا كان الشخص مصاب أو عنده أعراض أنه يعزل نفسه. فهذه الأشياء الثلاثة أو هذه الأمور هي التدابير الوقائية اللي الجميع لازم يلتزم فيها، يعني خلال فترة جائحة كورونا ما تغيرت. هناك بعض التغيرات اللي حصلت في بعض التوصيات من منظمة الصحة العالمية عن طريق طرق انتقال الفيروس وغيره، ولكن تبقى القاعدة الأساسية في التباعد الاجتماعي، غسل اليدين، وأيضا المحافظة على آداب العطس والحديث والأمور هذه كلها. نعم، امتدادا لبداية الحديث، أهمية مواصلة أفراد المجتمع بالالتزام بتدابير الوقاية من العدوى، حدثنا عن هالأهمية دكتور. نعم، طبعا لا شك أن هذا الجانب جانب شديد الأهمية في السيطرة على انتشار العدوى والسيطرة على هذه الجائحة. الاعتماد على أفراد المجتمع، المؤسسات الصحية بداية من منظمة الصحة العالمية إلى جميع وزارات الصحة في جميع دول العالم قاعد تبذل جميع الجهود والمساعي في الدراسات الحديثة لمعرفة وفهم هذا المرض وهذا الفيروس والحد من انتشاره، ولكن تبقى القاعدة الأساسية على مر الزمان من الإنفلونزا الإسبانية اللي حصلت عام 1918 في إسبانيا وانتشرت إلى جميع دول العالم، إن أفراد المجتمع والتدابير الوقائية الصحية اللي يسوونها أفراد المجتمع هي الأساس والمعول الرئيسي والأساسي في كبش جماح الانتشار لهذا الفيروس. فلا شك أن التباعد الاجتماعي، عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، المحافظة على غسل اليدين باستمرار بعد ملامسة الأسطح، مثل ما ذكرت سابقا آداب الحديث والعطس، المحافظة على النظافة العامة، وأيضا تقليل التجمعات والاختلاط قدر الإمكان. هذه التدابير الوقائية اللي ممكن أن أفراد المجتمع يقومون فيها لها دور كبير في الحد من انتشار العدوى وكبش هذه الجائحة. الدكتور أنس، ودنا نركز مع بعض على الاستمرار في تطبيق هذه التدابير الوقائية لمنع تفشي الفيروس، خاصة أن احنا في هذه المرحلة. ودنا لو توجه رسالة لمتابعينا بما يخص الاستمرار وعدم التهاون في هذه التدابير. نعم، طبعا الآن يعني في جميع دول العالم بدأنا نسمع ونشوف أن في بعض الدول سيطرت في البداية في الموجات الأولى على الجائحة،
صار الآن إنه رجعت مرة ثانية إلى الإغلاق، وبعضها دخل في الموجة الثانية، موجة الثالثة، في ارتفاع زيادة أعداد المصابين. بلشنا نشوف صغار في السن من المصابين بكوفيد 19، شباب صغار مين ما عندهم أي مشاكل صحية، نشوف حالات تكون القبض صعبة وتسرع على وظائف الرئة. فإن عدم التهاون في الالتزام بالتدابير الوقائية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية ومن وزارة الصحة في دولة الكويت، لا شك أنه ممكن يقودنا إلى منعطف خطر. ولذلك يعني رسالة يعني توجه إلى جميع أفراد المجتمع، الجائحة لم تنتهي، الفيروس لا زال موجود، العلاج ليس متوافر إلى الآن، التطعيمات إلى الآن في مراحل التجارب وإن كانت في مراحل التجارب الأخيرة. إذن الالتزام والتعاون وعدم نشر الإشاعات والمعلومات الغير دقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نعم، هذه مهمة أفراد المجتمع في المرحلة الحالية للاستمرار في المحافظة على الأرقام بعد ارتفاعها أو أن ننزل بالأرقام. نعم. يمكن دكتور أنس الشيب الشيء يذكر المسؤولية الإعلامية الملقاة على عاتقنا سواء في برنامج مساء الخير الكويت أو حتى كل برامج ووسائل الإعلام في الدولة هي عملية التوعية. تفضلت أن الالتزام بهالتدابير، اتباعها بشكلها الصحيح الطبي الموصى به، عدم التهاون. ماذا عن مواصلة الالتزام بتطبيق أيضا من ضمن هالأمور التباعد الاجتماعي؟ كيف نواصل الالتزام بالتباعد الاجتماعي؟ والبعض أيضا دكتور يتهاون بعملية نظافة اليدين أو الغسل باستمرار، كيف تكون رسالتك لهم لهؤلاء دكتور؟ نعم طبعا بالنسبة للتباعد الاجتماعي لا شك الإنسان بطبيعة الحال إنسان يعني جميعنا ناس اجتماعيين، الإنسان كائن اجتماعي، نحب أن التخالط والحديث والآخرين، والجائحة والأمراض والوباء طبعا مع تقليل التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط يعني لا شك يكون في صعوبة بالذات على الأقارب، بالذات على الأسر، ولذلك فيها صعوبة وفيها طبعا جانب نفسي واجتماعي لا شك إن له أثر في هذا الموضوع. وطبعا الطواقم الطبية وأيضا في دراسات طلعت مع الأطباء في تخصص الطب النفسي في موضوع التباعد الاجتماعي وأثر النفسي والاجتماعي على الإنسان، ولكن يبقى القاعدة الأساسية هي حياة الإنسان وصحته بالدرجة الأولى. نحن الآن في عصر التكنولوجيا ولا شك إنه يعني ولله الحمد وسائل التواصل ما بين أفراد المجتمع ابتداء من الهاتف في المكالمات الهاتفية إلى الويبكام أو برامج المحادثة، ممكن ان الواحد يفتح الكاميرا ويتواصل مع اهله واحبائه. جبنا نسمع عن ديوانيات الكترونيه صارت، يعني هذا ابتداع جديد، يعني بعض الشباب قاموا يتبادل فيها اطراف الحديث والنقاش الى ما الى ذلك. طبعا هذه الامور ممكن ان تقلل من الاثار النفسيه والاجتماعيه في العزله والتباعد الاجتماعي، وفي نفس الوقت يستطيع الانسان ان يتواصل فيه مع ربعه وأهله وأحبائه. فإحنا ما حنا مقطوعين، التكنولوجيا جدا ساعدتنا في هذا العصر وفي هذا الوقت. يبقى أن التباعد الاجتماعي وسيلة جدا مهمة وأحد الأركان الأساسية في كبح جماح هذه الجائحة، والتهاون في هذا الموضوع بالاختلاط في المناسبات أو في الدواوين أو غيرها من أماكن التجمعات ممكن يؤدي إلى زيادة نسبة العدوى وفرص انتشار الفيروس بين أفراد المجتمع، مما يؤدي إلى نتائج قد لا يحمد عقباها. نعم دكتور أنس، تكلمت معنا عن التباعد الاجتماعي عند الكبار،
لكن ودنا نتكلم عن مفهوم عدم المشاركة لدى الأطفال ومساعدتهم على فهم هذا المفهوم، وهو تطبيق التباعد الاجتماعي وتجنب التقبيل والمعانقة عند الأطفال. نعم، لا شك أن طبعا يعني من الصعب جدا، يعني للأمانة خلال فترة تواجدي في فريق الكوفيد في مستشفى مبارك الكبير، كانوا معنا يعني طبيبات زميلات كانوا أمهات لأطفال ومعنا في فريق الكوفيد، وكان جدا من الصعب جدا ومن المؤلم أن لا يستطيعون أن يحضنون أبنائهم، لا يستطيعون تقبيل أبنائهم وما إلى ذلك. فطبعا هذه تضحيات الطاقم الطبي، فاحنا نتكلم على مثلا افراد المجتمع، في تعاون افراد المجتمع من ناحيه توجيه الاطفال، من ناحيه ان الاطفال يعني صعب جدا ان الاطفال يتواجدون في مكان واحد، ان الطفل ما يطلع ما يلعب، يعني هذا ايضا جانب فيه من الصعوبه الشيء الكثير، ولكن نحتاج الى توجيه بالذات الكبار في السن، مثلا الجد او الجده او الاباء والامهات الكبار في السن مع احفادهم في البيت، ان يكون المعانقه التقبيل الاختلاط فيهم يكون يعني على مسافه تتجاوز المترين من بعيد بالاشاره اذا تطلب الموضوع، طبعا مع وسائل التكنولوجيا الحديثه اللي ذكرناها. الآن التعليم في مراحل التعليم أغلبها بلشت أونلاين، مما قلل من موضوع الاختلاط، فلا شك أن توجيه أولياء الأمور والأطفال في الاختلاط في كبار السن من أجدادهم أو من آبائهم اللي موجودين معاهم في البيوت وغيره، طبعا عامل كبير في الحفاظ على آبائنا وأمهاتنا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. نعم، شيء بشيء يذكر دكتور، الكل مدرك ويعي أبعاد هذا التهاون، وقد يختلط المفهوم بين المهم والأهم. نعم، مهم تمارس حياتك وسلوكك الطبيعي والنمط الاجتماعي، لكن الأهم الأمور الاحترازية حتى لا يحدث ما لا يحمد عقبة. لمن يشاهدنا الآن دكتور أنس يشعر ببداية ظهور أعراض كوفيد 19، شو تقول يا دكتور؟ نعم، طبعا التوصيات العالمية فيها بعض التغييرات من ناحية العلاج أو من ناحية طريقة التعامل مع الإصابات واشتباه الإصابات، طبعا بالتعاون ما بين وزارة الصحة وقسم الصحة الوقائية والمخالطة. الآن بالنسبة للأعراض، الأعراض إذا كانت بسيطة، خصوصاً الآن نحن دخلنا في موسم الإنفلونزا الموسمية والفيروسات الشتوية، إذا كانت الأعراض بسيطة كحة نشلة حرارة بسيطة ولكن ما في ضيق في التنفس، الإنسان مستقر، ممكن أنه يقعد يعزل نفسه في البيت، ما يختلط بأحد، يكثر من شرب السوائل، وإذا كانت الحرارة فيها ارتفاع أنه يأخذ مثلا خافض الحراره مثل الباراسيتامول او الادويه خافضه الحراره. في حال اذا الانسان حس بضيق في التنفس، الام بالصدر، اعراض غير طبيعيه، حس انه تعب اكثر من اللازم، اعراضه ليست بالاعراض البسيطه، يتجه الى المراكز الصحيه، سوف يقومون طبعا هناك بمعاينه الحاله ويشوفون بناء عليها اذا كان هل إن ممكن إن يقدم له العلاج في البيت أو إن يحول إلى المستشفيات والمراكز المختصة في علاج الكوفيد 19 لإنه يدش المستشفى، لأن هناك تفاوت كبير جدا في الإصابة بمعنى درجة حرج الحالة من إن أعراض بسيطة إلى الفشل الرئوي واحتياج جهاز التنفس الصناعي في العناية المركزة، وهذا التفاوت هو السبب في أن اختلاف طرق التعامل مع المرضى من ناحية أنه وين العلاج يكون وكيف يكون العلاج وطرق العلاج المتبعة والبروتوكولات، وطبعا جميعها
موصى بها من منظمة الصحة العالمية، ويعني دراسات مؤكدة في هذا الجانب. كل الشكر لك الدكتور أنس سهيل عيدان، اختصاصي أمراض باطنية في مستشفى مبارك الكبير، على مشاركتك معنا في مساء الخير يا كويت.